صباح الخير. حدد رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون يوم الخميس 15 الأول موعدا لإجراء الاستشارات النيابية لتكليف شخصية لتشكيل الحكومة الجديدة. سأل رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال أرسلان في تغريدة له على تويتر: ماذا ننتظر لنعي حقيقة فشل النظام السياسي في رأب الصدع بين اللبنانيين وبين دولتهم وجمهوريتهم؟ الكارثة السياسية والاقتصادية والمالية والاجتماعية وقعت مغلفة بالانقسامات المذهبية والطائفية والعنصرية البغيضة، وتابع: الشعب يجوع وسرق ما سرق منه وجمد ما جمد له، وستتعاظم الكوارث أكثر فأكثر في المدى القريب والمتوسط والبعيد، ولا حل إذا لم نجده نحن بترفع ومصداقية وشفافية وبنفض غبار السنوات 30 الماضية وتبعاتها، لنبني معا جميعا وطن المواطنية على حساب كل ما أوصلنا إلى هنا من سلب ونهب وسرقة وانقسام على جنس الملائكة. وقال: كفى كفى رحمة بالعباد. قال رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي: الحمد لله أنه بعد أشهر من الحيرة الكونية اكتشف رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جملاط أن كورونا هو سلاح سري عند حلف الممانعة، وقد تناسى أن الفيروس الحقيقي الذي أصاب لبنان منذ 30 عاما وأدى إلى إفلاسه هو أحد المسؤولين الأساسيين عنه، مع شركاء يخونهم اليوم بعد تحالف تاريخي. حذر الرئيس الإيراني حسن روحاني أذربيجان وأرمينيا من ألا يتسع الصراع في كاراباخ حتى يتحول إلى حرب أقليمية، واعتبر روحاني في تصريح له أنه على الدول التي تنفتح على نيران الحرب وتصب الزيت عليها أن تدرك أن ذلك لن يكون لصالح أحد في المنطقة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.